السؤال الأول السؤال بالجاه. أخونا السائل بيسأل يقول مسألة الجاه، يعني السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره من الأنبياء أو بجاه الصالحين، تمام؟ السؤال بالجاه بدعة يا أخوان، هذا من البدع. وقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة اسمها التوسل الوسيلة، رسالة جميلة جدا، التوسل الوسيلة، وبعد ذلك في كتاب الشيخ الألباني وغيره من الكتب. واستدل العلماء على هذا كما استدل العثيمين رحمه الله تعالى إنه السؤال بالجاه من البدع، استدل عليه بحديث أبي هريرة الذي فيه يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لأغني عنك من الله شيئا. ابن عثيمين قال لو كان جاه إنسان بينفع إنسان آخر لنفع جاه النبي صلى الله عليه وسلم منه ابنته فاطمة. هذا من أقوى الأدلة في هذا الباب. إذا كان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاه، ما ينفع أقرب الناس إليه ابنته، أو من أقرب الناس إليه ابنته ما ينفع، طيب كيف يجي جاه النبي ينفع له واحد ثاني من جماعتنا هنا دي؟ أدعوك بجاه النبي. وما كان الصحابة يدعون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدلة. وأقوى الأدلة في الباب ده الإجماع، إجماع عمل الصحابة ما كانوا يدعون بالجاه. عن صحابي واحد أنه كان يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علمهم ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، الأثر بتاع عمر الخطاب، المسألة تلقاها مفصلة، شيخ مزمن عمل فيها دورة وفصل فيها المسألة دي بدقة. أثر عمر بن الخطاب ما في سؤال بالجاه، ما في، إنما قال للعباس قال للعباس ادعو كما مبين في رواية ثانية، في رواية الزبير بن بكار رواية قام العباس فدعا العباس. إذا ما توسل بجاه، ما توسل بجاه العباس، ما قال اللهم إنا نسألك بجاه العباس أبدا. ولو كان هو متوسل بالجاه كان يتوسل بجاه منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من العباس. لكن كونه اختار العباس والعباس حي والعباس يجي يدعو، ده ما يدل على انه التوسل شنو؟ ما بالجاه. اما بالنسبه لسؤالك وهو الاخير يا اخواننا، نخليه الاخير، اللي هو من اهل العلم قال بان الرحمن على العرش استوى استواء بذاته، الذي قال هذا هو جاء في اجماع اهل العلم، مش واحد كمان، هذا اجمع عليه اهل العلم، ونقل الاجماع غير واحد من العلماء منهم اسحاق ابن راهويه. اسحاق ابن راهويه نقل اجماع العلماء على ان كلمه استوى بذاته، هذه الكلمه بذاته نقل اسحاق ابن راهويه في كتابه، او نقلوا عنه الامام الذهبي في كتاب العلو، كتاب العلو. وايضا نقل الاجماع أبو عمر الطلمنكي من المالكية، من علماء المالكية، نقلوا عنه ابن تيمية في تلبيس الجهمية، والذهبي أيضا في كتاب العلوم. إن شاء الله يا إخواننا الدورة حنعلن عنها في وقتها، بكم الإعلان تلقوا في النت إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.